السلام عليكم. زي ما احنا شايفين بنكمل سلسلة رسم الحيوانات، والصورة اللي قدامنا صورة لقطة او كات، ونشوف هنرسمها ازاي بالقلم الرصاص. يلا بينا. وبكده اللوحة انتهت، واتمنى تعجبكم، وان شاء الله بنكمل في سلسلة رسم الحيوانات، وان شاء الله اشوفكم في درس جديد من دروس الرسم والفنون التشكيلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.